ووصلنا مشاهدينا لفقرتنا الاسبوعيه الخاصه بالتكنولوجيا مع ضيفنا مهندس البرمجيات طارق الشامي. اهلا وسهلا فيك طارق. صباح الخير. صباح الخير يا طارق. اهلا. صباح النور. تمام الحمد لله. هذا الصبح عم تنكت وبتحكي بالمصري. في شيء تطبيق جديد للكلام المصري يعني؟ لا لسه، بس كنت عم بسمع مسلسل، كنت عم بحضر مسلسل. تأثر بالمسلسلات. لقطت شوية كلمات منه. طيب تحكي لنا عن أحدث التطبيقات، وخاصة إنه تخبرتني يمكن الصبح في تطبيق خاص للموبايلات وخاصة بفيد هذا الشيء المتواجدين في تركيا خصوصا. ما بعرف شو تحكي لنا عن هذا التطبيق. أكيد. هلا في تطبيق جديد اسمه وينو، في للناس الجمهوري انه يدوروا عليه بالانجليزي او باللغه العربيه، بالانجليزي WENO. التطبيق هو متوفر متاح للسوريين بتركيا، بما انه هلا صار في كثير سوريين بتركيا، اكثر من 1.5 مليون سوري، فهذا التطبيق نزل حتى يفيدهم ويخدمهم اكثر، خصوصا للمحلات السوريه الموجوده هناك والمنتشره. هلا التطبيق هو انه مثل دليل للخدمات السياحيه التجاريه حتى الحكوميه، انه اي سوري موجود هناك بيحتاج لاي خدمه من هدول الخدمات بيقدر يفوت على الدليل هذا وانه يطالع المكان اللي بده اياه. هلا هو موجود حاليا متوفر بغطي مدينه غازيانتاب ومرسين، وقريبا عم يتوسع كمان لباقي المدن التركيه. في الواحد انه يدور يعمل سيرش على الكاتيجوري اللي هو بده اياه، او يعمل سيرش على الشيء اللي بده اياه، المحل اللي بده اياه هو باسمه يعني، او انه يعمل على الكاتيجوري نفسه ويشوف شو في خيارات متاحه. بيوفر كمان انه دلاله بالطرقات بالاسعار وانه باللغه العربيه يعني مفهوم يعني بالضبط. حتى كمان بيوفر انه بيتيح انه كمان اذا في عروض من التجار مثلا بدهم ينزلوها كمان بيتيح هذا الشيء مجانا، فهو هلا متاح لكل السوريين على الاندرويد وعلى الايفون كمان. طارق، يمكن السؤال دائما نحن بنساله باي تطبيق، دائما يمكن الخوف من الشيء الامني، يعني انه يتم اختراق جهازك او يكون في فيروس، كيف انا بدي اتاكد انه هذا التطبيق بالفعل سليم وامن؟ هلا ببساطة أنا لما بدي نزل تطبيق سواء من البلاي ستور أو من الأب ستور تبع الآيفون، بيعطيني ليست بالبيرميشنز بالصلاحيات اللي أنا بدي أعطيها لهذا الأبليكيشن، فأنا لما أعطيه هي الصلاحيات بقرأ الصلاحيات شو هي، أنا لشو عم بعطيه صلاحيات، فهيك أنا فيني أحمي حالي وأحمي جهازي انه ما يوصل عليه لا فعلا. يمكن كثير طارق ما حدا بيركز على الصلاحيات فورا بيحمل بالضبط، وهذا الشيء كثير خاطئ، مع انه انا انه ما فيني اني بس اطلع على الصلاحيات، هي ليست رح تكون كثير قصيره يعني ما لها طويله وممله، يعني بس انه بيكتب ببساطه انه الاتصال الرسائل سواء باللغه العربيه او بالانجليزيه، طبعا بتاكد من هي الصلاحيات هل هي بتناسبني، هل هو انه رح يكون امن بالنسبه لي، ساعتها باكد تنزيل التطبيق وبكون متاكد انه تمام يعني ما في اي مشاكل. يعني بالفعل مثل ما وضحت لنا يعني الهيئه انه وينه تطبيق مهم بدل الاشخاص الموجودين هنيك وين يروحوا او شو الاماكن مثل ما حكيت لنا. أكيد. في تطبيق ثاني بشجع الناس على ممارسه الرياضه من خلال الالعاب الجماعيه. اكيد. هلا الرياضه بنقول لحالنا انه بدنا نلعب رياضه وهيك وبنتشجع اول شيء، بعدين فتره بالضبط بنتحمس وبنكون باعلى طاقه، يوم يومين بنمل نتكسلان حتى الحوت لو سجلنا بالنوادي يعني. فهلا في شركه اتاري اللي هي بنعرفها انه بجهاز الجيمز تبعها اتاري من نحن وصغار ودائما بنلعب فيها هذا الجهاز، نزلوا ابلكيشن سموه اتاري فيت. هلا الابلكيشن كثير مميز، اول شيء فيه تمارين لكل اعضاء الجسم بدءا من عضلات الاكتاف للصدر للمعده للرجلين كمان كامل يعني لكل اعضاء الجسم، فيه تمارين مفصله وواضحه جدا، هذا الحلو فيه انه التمارين مفصله وواضحه، في كثير ابلكيشنز رياضيه بس بتكون انه التمارين مو واضحه او مو مفهومه للي ما عنده خبره او ما بيعرف، او صعبة التطبيق يعني صعب نتعلمها. اكيد. فهذا انه كثير مبسط واضح وسهل ومفصل. هلا المميز فيه انه الواحد كل ما عمل تمارين كل ما لعب اكثر كل ما بياخذ سكور اكثر، بترتفع المرتبه تبعه اكثر، وبصير بياخذ جيمز فري انه من شركه اتاري او حتى من البلاي ستور، فعملوها مثل حركه تشجيعيه للعالم حتى يلعبوا الرياضه اكثر حتى يتحركوا اكثر. فيك تتنافس مع اشخاص ثانيين يعني اذا عندهم لعبه كمان أكيد. وتطبيق هو بس حدا ينزل التطبيق فيه انه ينافس اصدقائه على الفيسبوك وتويتر، ويعمل كمان شير للريزلتس تبعونه للنتائج تبعونه شو حقق هو،
يعملوا شير على السوشيال نتوركس مشان يورجي رفقاته ويصير يتنافس طبعا معهم. بصير يبعثوا له مثلا عبارات تحفيزيه فبيتحفز اكثر. مهضومه الفكره اكيد. فهو انه برنامج تشجيعي يعني مو بس انه رياضي كامل انه لا كمان تشجيعي انه بشجع بضل بشجع الواحد انه انا حتى احصل الجيم اللي بدي اياها. في جيمز انه فتحت عليه وانا جربته لقيت في جيمز انه حلوين صراحه وسعرهم غالي يعني انه سعر الجيم الواحده 10 دولار فأنا تاخدها انت مجانا بالضبط. يعني ايه فاذا الواحد فيه حصلها فري انه اذا تعب شوي يحرك جسمه شوي. حلو شو نجرب نجرب. طيب طارق يعني اليوم كمان صار في كتير ساعات ذكيه على الساحه العالميه وكل شركه صارت تنافس بساعات ذكيه، بس اليوم في ساعه ذكيه ايضا اخرى بدك تحكي لي عليها من شركه فيكتور يمكن؟ نعم بالضبط. شو مميزات هالساعه وليش اليوم هي يعني شوي يمكن في تسليط الضوء عليها اكثر؟ ايه هلا هي الساعه لفتت نظري انه فيها ميزات كثير حلوه وسعرها مناسب نسبيا. كشفت شركه فيكتور السويسريه للساعات عن ساعات ذكيه بنسختين، واحده مدوره واحده مستطيله الاطار. المميز فيهم انه هن اول شيء بيتحمل ضد المي لغايه 50 عمق 50 متر يعني بيتحملوا ضغط عالي جدا للمي. ثاني شيء البطاريه تبعهم تقعد لغايه 30 يوم بدون شحن مع استعمال كامل، فهي الشغله كانت كثير مميزه فيها. عدا عن ذلك هي طبعا ساعه ذكيه، فهي انه فيني اشبكها مع الاندرويد مع الايفون والويندوز فون كمان. اسعارهم مناسبه. الساعه اللي بالاطار المستطيل اسمها ميريديان سعرها 200 دولار بس، والساعة اللي بالإطار اللي مدور اسمها لونا ب 350 دولار. فأسعارهم مناسبة بالنسبة طبعا حطالي ألا عم نشوف على الشاشة أشكال الساعات وأنواعهم، وهي بالفعل خلينا نقول أنه هي الساعة ترتبط مع الهواتف الذكية صحيح؟ نعم. غير هيك أنه هي الهيكل تبعها معدني صلب بيتحمل جدا كل خلينا نقول الظروف الصعبة، وكمان الجلد تبعها طبيعي فانه شو بدنا احسن من هيك طبعاً. يعني ساعه كامله شكلها حلو بتخدمنا بالضبط. وذكيه وذكيه وكمان انه فيها ميزات كمان حتى ساعات النوم. انا اذا ضليت لها بس ساعات النوم كمان بتحسب لي اياها. هي ما شفتها بساعات يعني قليل الساعات اللي شفت فيها هي الميزه، ما عدا انه طبعا بتقيس نبضات القلب التمارين الرياضيه المسافات طبعاً. اللي نمشيها كل الميزات هي موجوده بالساعات الباقيه. بس انه كمان هي انه ميزه جديده شفناها فيها انه ساعات النوم انا بس نام فيها سنسور معين بيشوف انه نبضات القلب انه الدوره الدمويه صارت ابطا، فانه بيشوف لي ساعات النوم انا قديش نمت ساعات بيحسب لي طبعاً. انا كنت اعتقد شفت شيء مثل بريسلت سواره يمكن كان واحده من الشركات كانت بتقيس يعني بالاضافه قد ايه الواحد نشيط خلال النهار قد ايه عم بيعمل عم بيحرك بتقيس بالفعل ديب سليبنج يعني قد ساعات النوم العميق، بس كانت سواره ساعه فهي ساعه فكانت انه هي في موجوده هي الميزه بعد ساعات، بس خلينا نقول انه هي قليله يعني مو كثيره يعني ما شفناها بالساعات مشهوره من سامسونج وسوني حتى ال جي ما شفناها هي الميزه فيهم، فانه هي ميزه رائعه شفناها. طب شو قصه الطابعه اللي بتطبع الطعام؟ هلا مع بدايه 2014 خلينا نقول طرحت الطابعات ثلاثيه الابعاد اللي بتطبع مجسمات ثلاثيه الابعاد. شفنا طابعات بتطبع بيوت، شفنا طابعات بتطبع سيارات اجزاء من محركات طائرات احذيه، شفنا طابعات بتطبع كمان شو اسمه مجسمات هياكل. بس هلا صارت وصلت للاكل بتطبع يبرق يعني مثلا بالضبط ممكن لنشوف. هي صعبه اتوقع. هلا شوف نزلت ثلاث طابعات جديده هي في مرحله البحث بس نسبيا هي صارت جاهزة زي للاستعمال. طابعة بتطبع برجر، طابعة بتطبع فواكه، وطابعة بتطبع بيتزا. هلا كل وحدة لها نظام معين انه طريقة اسلوب الطباعة تبعها. طابعات البرجر بتعتمد على كبسولات للنكهات مع محفزات من الصوديوم، فهي كانت انه مركبات كيميائية خلينا نقول معقدة. كمان الفواكه كمان فيها بيدخل فيها البوتاسيوم مشان يعطي النكهات بشكل دقيق للفاكهة. أما البيتزا فكانت إنه بسيطة جدا بتطبعها مع منكهات خاصة، إنه بتطبع المنكهات جوا العجينة، بتطبع مع العجينة مع المنكهات. وجربوها الناس يعني؟ إيه عملوا عليها تيست بعدة أماكن بالولايات المتحدة. شو الفيدباك؟ شو بيقولوا العالم؟ الناس حبت إنه الكواليتي تبع الفود إنه كانت مثل الريل فود.
مثل الطعام الحقيقي. انه كان انه الطعمه مثل ما هي، خلينا نقول المذاق بالفم، التركيبه انه هو عم ياكلها الواحد كانت حقيقيه. بس الناس خافت انه نحن مركبات كيميائيه كلها هي عم تدخل على اجسامنا، خصوصا انه مليئه بالصوديوم، والصوديوم بنعرف قديش مضر للجسم. طبعا. فانه هذا موضوع انا بالنسبه لي شفته مخيف يعني صراحه. اذا بكره بس يعني بنجربها مره، مجرد التفكير، لا مجرد التفكير فيها انه انت عم تاكلي شيء طابعة صنعته من مواد كيميائية مخيف، انه من لا شيء عملتي شيء انت. اكيد كله بيطبعوا بني ادمين بعد فترة. شو؟ بيطبعوا بني ادمين. لا انا شفت خبر عن شكل انه صار في طباعة اعضاء يمكن استراليا. انا ما اعتقد. ايه طباعة اعضاء موجودة. بالفعل صار يعني هلا بلشوا. وجدت عم يطبعوا اعضاء. فما تخيلي بكره بنصنع وحدة مثلك. انا جديدة. طيب طارق، شو حابب تخبرنا كمان باليوم بفقرتك التكنولوجية؟ في كمان عنا مبارح لينوفو أعلنت عن هاتف خلينا نقول مواصفاته عالية بسعر كتير زهيد. الهاتف كان اسمه K3 نوت. الجهاز فابلت اللي هو فون وتابلت بنفس الوقت. شاشته 5.5 إنش، المعالج تبعه 80 واط بسرعة 2.3 جيجا هيرز. سعره؟ الذاكرة هي رح نجي لها بالأخير لأنه كتير مميز السعر. الذاكرة الميموري الرام تبعه 2 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية تبعه 16 جيجا بايت، بيتوسع كمان بإكسترنال ميموري. الكاميرا الأمامية تبعه 5 ميجا بكسل، والخلفية 13 ميجا بكسل، والبطارية عالية 3000 ملي أمبير. هلا بنجي للسعر. السعر تبعه نسخة الـ 3G بس $68، ال4G $128. لكل هالمواصفات الخيالية. طب هلا ممكن حدا يسأل انه شو السبب بالرخص طارق؟ سبب الرخص انه لينوفو حابة انها تنافس. هي من باب الترويج ولا لا؟ انه بالفعل هو تكلفته هيك. لا ما هو تكلفته هيك، هي بالاصل تكلفة الاجهزة التكنولوجية هيك. بس لينوفو طرحته بهذا السعر انه بدون ارباح عالية حتى تنافس، هو طرحته هلا حاليا بالسوق الصيني حتى تنافس الشركات الصينية اللي هلا موجودة مثل شاومي، الشركة رائدة هلا جدا عم تكتسح السوق بالصين، فنزلته بهذا السعر مشان تكسر او تاخذ حصة من السوق بالصين. وتصميم الجهاز رائع ولونه كتير حلو، لونه بالأصفر الليمون شفنا بالصور. ايه والأبيض، فتصميم الجهاز كمان جذاب، فما بنعرف إذا رح يطرحوه بالسوق العالمي أو لا، وعم نستنى إذا رح يطرحوه بالسوق العالمي فهو رح يكون مواصفاته جيدة يعني. ايه رح يدخل بتنافس عالي لأنه أسعاره كتير زهيد يعني خلينا نقول. كمان في لفت نظري الصبح شايومي شركة موبايلات صينية أعلنوا الصبح عن تلفزيون LED 40 إنش سمارت تي في بس ب $340. كمان كتير سعره كتير قليل بالنسبة للسمارت تي في. هذا بفيد التنافس دائما ولا كل شيء جديد عم يكون في تنافس. بالنسبة للسمارت تي في من الشركات الثانية سعره ما عم يكون عم يقل عن $1000، فانه بس $340 وتصميمه حلو، اطار رفيع وتقنية حديثة. بلا شك الصين ومنتجاتها يعني عم بتنافس العالم اكيد هلا، يعني واحدة من اكبر الاقتصادات عم يكتسحوا طبعا، يرتفعوا بالنسبة بالمبيعات وحصة السوقية تبعهم عم ترتفع، خصوصا شايومي وزي تي اي. هلا زي تي اي بال 2013 كانت هي الاكثر مبيعا بالعالم، اعلى من سامسونج واعلى من ابل، بس هلا نزلت المبيعات تبعها لانه صار في تنافس اكثر وشركات جديدة طلعت، فبس هلا عم يردوا يرتفعوا. في كمان شركة بلس وان الشهر الجاي ببداية ب1/4 رح يعلنوا عن جهاز، حسب تعبيرهم هن قالوا انه هو جهاز رح يغير اللعبة كلها، رح يكتسح السوق، فنحن عم نستنى عن شو رح يعلنوا عن المفاجأة الجديدة. انا بيخترعوا نحن بنجي من الاستخدام فقط. اكيد ما حد بيريح حاله، جابنا حدا شيء يخترع شيء شغلة عنا للأسف. على العموم طارق الشامي يعني اليوم بالفعل ومثل كل اسبوع يعني افكارك والاشياء اللي بتجيب لنا اياها دائما مميزه، ونعطيني الاسبوع الجاي اخبار طبعاً جديده اكيد، وخاصه اليبرق اكيد. اعطي لهم ايميل لنشوف. طيب يسلموا ايديك يا طارق، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيك وحضرتك مهندس البرمجيات. ومشاهدينا فاصل، راجعين واياكم للاخبار الاقتصاديه.